مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من همزة وصل. هذا البرنامج منكم وبكم واليكم، وهو قناه للحوار ولسماع ارائكم في القضايا المختلفه التي تهم الشارع المصري بجميع فئاته. ابقوا معنا لحظات قليله ونبدا معكم همزة وصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. همزة وصل اليوم في موضوع مهم بيهم الشارع المصري والمواطن العادي في الشارع، يعني موضوع الأمن. هو هذا الحوار الذي ستبنى عليه همزة وصل اليوم، ونتمنى منكم التواصل وسماع آرائكم عبر تويتر وعبر فيسبوك على همزة وصل إي جي. نتمنى منكم التواصل، لأن كما قلت هذا البرنامج منكم وبكم وإليكم. سؤال حلقة اليوم: هل ستغني الدوريات المتحركة عن الكمائن الثابتة؟ لا يخفى على أحد منا أن بعد ثورة 25 من يناير وفي يوم 28 من يناير حدث فراغ أمني بانسحاب الشرطة، أدى إلى بعض المشاكل الأمنية في الشارع المصري، وربما تفاقمت هذه المشاكل منذ 3 سنوات. وبعد عودة الشرطة بشكل ربما يكون بسيط، اعتمدت بشكل كبير على الكمائن الأمنية لصيد المخالفين والإرهابيين وغيرهم، وذلك كان بمعونة الجيش. وبعد عودة الجيش وترك الساحة الداخلية للشرطة للعودة لعملها الأمني، بدأت الأمور، تحولت هذه الكمائن من مصيدة للمخالفين والإرهابيين إلى ربما تكون سبب أو هدف للإرهابيين للتأثير على الشرطة وضرب هذه الكمائن، ومما أدى لكثير من الخسائر البشرية داخل الشرطة وبعض الحالات داخل الجيش. العملية الأمنية هل ستتطور بدخول دوريات داخلية وعودة الشارع أو الدوريات المتحركة للشارع، وربما فكرة عودة عسكري الدرج اللي كان مشهور به الأفلام المصرية القديمة؟ هذا هو سؤال اليوم، وهو نعتمد فيه عليكم وعلى حواركم معنا، وننتظر منكم آراءكم. ولنخرج لتقرير سريع نشاهد فيه على الحالة الأمنية والدوريات الأمنية، ثم نعود لنبدأ معكم همزة وصل. إزاء تعرض أفراد الشرطة والجيش للهجوم من قبل الإرهابيين نتيجة تمركزهم في كمائن ثابتة، تسعى وزارة الداخلية للعمل باستراتيجية جديدة خلال الفترة الحالية لضبط الشارع ومكافحة الإرهاب والتصدي بقوة لشغب وعنف جماعة الإخوان الإرهابية، بنشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة في الشوارع والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة. اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أكد على أن قوات الشرطة سوف تتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي محاولات للمساس بالمنشآت المهمة أو الحيوية أو تعطيل المرافق العامة. وأصدر وزير الداخلية تعليماته بتسيير دوريات راكبة مسلحة في الطرق والمحاور الرئيسية وبين المحافظات والمدن، مدعومة بمجموعات للتدخل السريع من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة لردع أي محاولات تخريب من جانب الجماعات الإرهابية. خبراء أمنيون طالبوا من جانبهم بضرورة إعادة النظر في خدمات الكمائن والتمركزات الأمنية واستبدالها بوحدات مجهزة بوسائل متطورة للتصدي الفوري للخارجين عن القانون والمشتبه بهم والخلايا الإرهابية.
وأوضح الخبراء أنه بعد التغير الحادث في أساليب العنف وانتشار العمليات الإرهابية ذات الأغراض السياسية بواسطة أفراد من داخل مصر وخارجها، أصبح لزاما على وزارة الداخلية أن تسارع في تغيير خططها في إدارة العمليات الأمنية، ومن أهمها إعادة النظر في الخدمات الثابتة والأكمنة والتمركزات والتي ثبت عدم جدواها في الآونة الأخيرة. وأكد الخبراء أن الكمين الثابت أصبح في الفترة الأخيرة لا جدوى له لسهولة تجنبه من جانب الخارجين عن القانون باتباع طرق بديلة، كما أنه من السهل رصده بواسطة العناصر الإرهابية. من جانبها نفذت قوات الشرطة خطة انتشار واسعة النطاق لضبط الخارجين عن القانون والمسجلين خطر وحامل الممنوعات لضبط الشارع في الأيام المقبلة. شيرين الشافعي، النيل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. زي ما تابعنا هذا التقرير كان بيلقي الضوء بشكل سريع على فكرة الأكمنة المتحركة والأكمنة الثابتة، ويعني دور الشرطة والجيش بعد يعني ثورة 25 يناير وعودتهم في ثورة 30 يونيو وبدء العمل، ويعني الضربات للأسف الإرهابية التي تضرب الأكمنة الثابتة. نتمنى منكم المشاركة على موقعنا على الفيسبوك وعلى تويتر، واسمحوا لي أن أنا أذهب لزميلتي أسماء ونشوف آخر المشاركات على فيسبوك. إزيك يا أسماء؟ مساء الخير. يعني إيه آخر الأخبار المشاركات معك على الفيسبوك؟ بالفعل وردت إلينا حسام مشاركات وتعليقات كثيرة، ولكن أغلب المشاركات تفيد بأنه لا يمكن الاستغناء عن الكمائن الثابتة والمتحركة في توفير الأمن والاستقرار في الأحياء والميادين المختلفة. ونبدأ مع محمد سمير جاد الله، يقول في طي رسالته: السلام عليكم. وعليكم السلام. في البداية وفي الحقيقة أن الدوريات المتحركة هي حل أمثل بالفعل، ولكن ليست بديلا لما يحدث اليوم، بل ستكون إضافية على الموجود حاليا لكي يشعر المواطن بالأمن والاطمئنان. فما يحدث اليوم من حوادث متعددة ومختلفة في النوع والأسلوب، فليأخذ كل منا الحذر والحيطة، فهذه تعد مسؤولية الجميع من المواطن بالإبلاغ عن أسس البلطجة في الشارع المصري، ومن الحكومة بالاستجابة للمواطن أثناء الاستغاثة. فلا بد من الجميع التعاون والاتحاد على إنهاء البلطجة من مصر التي تعرف وتسمى ببلد الأمن والأمان. فلتحيا مصر دائما، رغم أنف الحاقدين والحاسدين، والله المستعان. وأخيرا تحياتي محمد العريشي. أعتقد أنه سيكون لها دور، ولكن بجانب الكمائن الثابتة شريطة التسلح الجيد، ولكن أراهن على قوات التدخل السريع التي أنشأها المشير السيسي التي ستعيد الأمن للشارع في فترة قصيرة. ناصر حجازي يعقب على سؤال حلقة اليوم، يقول: المنظومة الأمنية في مصر متكاملة ونراها تواكب أحدث الأساليب، وجاءت الدوريات المتحركة لمساندة الأكمنة الثابتة. كان هذا الجزء الأول من التعليقات والمشاركات التي وردت إلينا، ولكن قبل أن نتحول إلى حسام للتعقيب والتحليل مع بعض المتخصصين، أنوه أن كل هذه التعليقات التي وردت إلينا لا تعبر عن كل الآراء، وإنما هي عينة عشوائية لبعض المتابعين. إليك حسام. بشكرك أسماء، وبشكر كل المشاركين معنا في هذا الاستفتاء السريع على الأكمنة الثابتة والأكمنة يعني المتحركة، ونتمنى منكم المشاركة أكثر وأكثر على مواقعنا، لأن كما قلت في البداية هذا البرنامج منكم وبكم وإليكم. واسمحوا الآن أن أبدأ استقبال الاتصالات الواردة إلينا للمشاركة في هذا الموضوع. سيشرفني بالحضور اللواء محمود خلف، مستشار بأكاديمية ناصر، واللواء فاروق مقرحي، مساعد وزير الداخلية السابق، وأيمن فاروق، صحفي بجريدة الأهرام. اسمحوا لي أن نبدأ مع اللواء محمود خلف، مستشار بأكاديمية ناصر. يعني سيادة اللواء، تحياتي لحضرتك. يعني سؤالي ربما يكون مختلف لحضرتك، لأن حضرتك يعني أحد محاربي 73، أحد اللواءات والمشاركين في كتائب الصاعقة المصرية اللي طبعا أثبتت كفاءتها على مر العصور. أبدأ من الكتيبة التدخل السريع اللي أنشأها المشير السيسي قبل خروجه، فكرة التدخل السريع وفكرة حرب على الإرهاب بشكل جديد، وكتيبة ربما تكون الأولى على مستوى
العالم العربي كيف ترى ستحل مشاكل الإرهاب في الشارع المصري، وهل ربما ستغني عن الشرطة في بعض المواقف أم لا؟ لا، هو طبعا في تصحيح المعلومة، هي ليست كتيبة وليست مخصصة للإرهاب فقط، هي أكبر من هذا بكثير، هي بتعدي من قوات الانتشار السريع. تمام. وقوات الانتشار السريع قوة ضخمة، يعني جيش فيه عدة كتائب متنوعة، فيها التشكيل والتنظيم، فيها الطاقة البحرية، فيها الطاقة البرية، فيها وحدات المشاة الميكانيكية، فيها وحدات الطاقة المدرعة، وحدات دفاع جوي، صواريخ، طيران بحرية، دي قوة ضخمة جدا بالفعل. واحنا شاهدنا يعني تشكيلة عالية من الأسلحة الحديثة اللي بيتسلق بها هذا. القوة دي قوة عبارة عن قوة عمليات ضخمة. الفكرة من اللي اسمها الار دي اف او الرابيد ديبلومنت فورسز، واحنا رابع دولة في العالم بتشكل، الولايات المتحدة ثم الاتحاد الاوروبي في روسيا في مصر. القوة دي مش زي ما الناس فهمت ليه الحرب ضد الارهاب، ده كلام يعني شوية، يعني هي اكبر من كده. ان الحرب الارهاب القوات سواء الشرطة او القوات المسلحة اللي هي بتتعامل، هي قادرة على التعامل معها، ولكن هذه القوات تستطيع ان تكون في مناطق داخل حدود الجمهورية او خارج حدود الجمهورية، ممكن تكون موجود في اي منطقة بناء على اي طلب من القوات الصديقة، تتواجد في اي منطقة، وقوة ضخمة جدا موجودة في اي مكان. عندنا حدودنا ضخمة جدا 1000 كيلومتر، ممكن تكون في اي مكان، في العمق الافريقي، ممكن تكون في الاتجاه الغربي، ممكن تكون تطلب مع قوات الخليج، يعني دي مسألة ضخمة جدا. واحنا باعتبار ان القوات المسلحة المصرية احتلت المركز 13 عالميا والاولى في الشرق الاوسط، بالتالي الالتزامات والاعباء التي تتعلق بسلامة الاقليم واتزان الاقليم، مصر اصبح منوط بها وتتعاطى معها لخدمة الدول العربية الصديقة او لأي تهديدات تأتينا حتى من خارج الحدود. ده ما يتعلق بالامر اللي هو خاص بقوات الانتشار السريع. تمام. طيب سيادة اللواء، يعني فكرة التطور النوعي في الإرهاب، ويعني احنا شفنا عمليات إرهابية متطورة نوعيا في مديرية أمن المنصورة وغيرها، وعملية محاولة اغتيال وزير الداخلية، هذه الفكرة يعني البعض يعزيها إلى التطور في العمليات العسكرية النوعية التي قام بها الجيش في سيناء للقضاء على الإرهاب هناك، رأي حضرتك؟ لا، هو مش تطور، يعني هو الإرهاب والإرهاب ولو إشكالية، خلينا نوضحها للسادة المشاهدين. اتفضل. علشان نبقى عارفين يعني ايه المشكلة في الإرهاب عموما، والوليات موجودة حتى في الولايات المتحدة، يعني السنة اللي فاتت عندها نيفي يارد وكان عندها فوسم. الإرهاب مشكلته ببساطة شديدة أن هناك مجرمين يستغلوا المواطنة، حق المواطنة، يعني أنا وأنت وحضرتك وأي واحد فينا بيقدر يمشي في الشارع، يروح أي مكان، يركب أي وسيلة مواصلات زي ما هو عايز، بيتحرك انه مواطن. صحيح. بالتالي الارهابي بياخد نفس الحقوق للمواطن، يتحرك، لان الشرطه مش هتفتش كل واحد، انا مواطن، مش كل ما تركب اتوبيس هتفتش، تركب قطر تفتش، تمشي في شارع تتفتش. صحيح. مش ممكن، فده اسمه حق المواطنه، لك حق في الحريه، فحقك في الحريه ده بيسرق او يستفيد منه المواطن الشرس، المواطن الارهابي، بحيث ان هو بيتواجد ما هوش لابس لبس مميز، ما هوش لابس، هما كلهم طالعين في موضة الأحزمة الناسفة اللي هو بيتواجد فيها، ودي قصة كبيرة جدا كلنا عارفينها. ده بالتالي هو بيقدر يتواجد في كل مكان وأي مكان، وعملية القضاء عليها بتطلب حشد من المواطنين، إن احنا نخلي بالنا كويس قوي 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 بالإبلاغ، بمعنى لأن الحرب ضد الإرهاب طالما واحد بيستغل حقوق المواطنة، علينا نحن المواطنين أن نساعد الشرطة بالإبلاغ على كل شيء مشتبه به. يعني احنا بنلاحظ على شاشات التلفزيون قطاع الامن الوطني، وزاره الداخليه، او الشؤون والجيش، يقول لك اتصل برقم وكذا وكذا وكذا، وحد مثال العمليه بتاعت عزبه شركس، هل يعقل ان قريه صغيره، واحنا كلنا عارفين، احنا كلنا من الريف، لو واحد فينا اشترى بدله جديده ولا اشترى لمؤاخذه